سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا وقضينا ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الأرض قرتين عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا فإذا جاء وعد الآخرة يسوع